في مستلزمات انتاجه. انا معايا على الهاتف الاستاذ الدكتور عبد الحميد شحاته، رئيس الاداره المركزيه لانتاج التقاوي. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم. اهلا بك يا دكتور عبد الحميد. ده استعداد علشان الموسم الجديد ان شاء الله. عارفين ان حضراتكم دائما بتسبقوا الاحداث وبتبقوا مستعدين. يا ريت تشرح لنا الاستعدادات. انا قلت ان هم 373 الف اردب، يا ريت حضرتك توضح، والاسعار والاصناف. الحمد لله، ونقول لكل مزارعين مصر كل سنه هم وحضراتهم طيبين. لبدايه ان شاء الله على شهر 11 بدايه الموسم الشتوي ان شاء الله. فاحنا دلوقتي طبعا احنا السنه دي زودنا حوالي 80 الف اردب في استلامات التقاوي عشان نغطي اكبر مساحه ممكنه لمصر. ايوه. فاحنا انت استلمنا، كانت الخطه ان احنا نستلم 450 الف اردب. أيوه. لكن في بعض التقاوي لا تصلح كانها تقاوي تم رفضها. ايوه. فالجملة اللي استلمناها حوالي 373,130. ايوه. كان السعر اللي احنا استلمنا بيه زودناه عن السنه اللي فاتت، كان سعر الاردب بنشتريه من المزارعين 460 جنيه. ايوه. طبعا احنا زودنا السعر، ولكن بطمن المزارعين ان سعر التقاوي زي ما هو العام الماضي. تمام. يعني هيبقى 150 جنيه للشكاره. تمام. ادينا 30 كيلو. تمام. احنا انتجنا 18 طن قمح على مستوى الجمهوريه. في اصناف تصلح لبحري، واصناف لابل، واصناف على مستوى الجمهوريه. ايوه. وديت بحيث ان احنا ندي فرصه كبيره جدا للمزارعين في اختيار الصمت اللي هو يرغب فيه. صح. فاحنا دلوقتي بس بنناشد المزارعين. ايوه. ان اي تقاوي جديد هياخدها يستلمها هتزود انتاجيته ولو على الاقل اردب. ايوه. فهو اللي هيكسب، يعني هو كون ان يشتري تقاوي جديده ويزرعها هيكسب، لانها هتزود له المحصول على الاقل من اردب الاردبين، والاردب ب 420 جنيه، يبقى هو زاد 820 جنيه. صح. وديت فرصه بيزود محصوله وبيزود برضك انتاجيه مصر من القمح. تمام. ده مجمل طبعا، بخلاف اصناف البرسيم وخلاف الفول البلدي والشعير والكلام ده، الاصناف اللي بتنتجها الاداره للفلاحين في مصر. قد يحدث بعض المشاكل مع بعض المزارعين بعد ما يزرع وبيرجع سبب المشكله دي للتقاوي. بنتعامل معاه ازاي لما بيجي لنا بلاغ واحد بيقول انا خدت من عندكم التقاوي وفي مشكله في الارض؟ بنعمل معاه ايه؟ هو انا بقول لسيادتك حاجه، انا بطمن المزارعين الحمد لله رب العالمين اولا ان تقاوي القمح بالكامل على مر السنوات اللي فاتت ما فيهاش مشاكل. أيوة. بس لو ظهرت اي مشكله على طول بتقوم لجنه وبتنزل وبتعين المشكله وبتشوف السبب ايه. أيوة. ودايما بنقف مع المزارع، دايما في جميع الاحوال بنقف مع المزارع. أيوة. ممكن يحصل ان هو لو قدر الله في مشكله سببها الناتج عن التقاوي، بيتم دعمه بتعويض من التقاوي، بيتم هو بس إيه لازم يعني نوضح المفهوم. ايوه. التقاوي ما بتطلعش من محطه الغربله الا معاها شهاده فحص وشهاده صلاحيه لهذه التقاوي. تمام. قد يحدث أيوه. ان في بعض المخازن سواء في التعاون في الجمعيات في الاداره غير صالحه لتخزين هذه التقاوي، قد يحدث في أيوه. بعض المنافذ أيوه. ان في بعضها يسوس. أيوه. لو سوس انا مد امر ان ممنوع اي شكاره مسوسه تباع لاي مزارع. أيوه. ترجع تاني لمحطات الغربله. تمام. ولو حدث برضك لا قدر الله ان في مشكله خاصه بالتقاوي بنتحملها، الاداره بتتحملها. تمام يا فندم. الاداره بتتحملها. تمام يا دكتور. في هذه الفتره الاداره المركزيه لانتاج التقاوي بتقوم بتحديث القطاعات المختلفه، وشفنا اماكن جديده بيتم افتتاحها او تزويدها ببعض الثلاجات. الحمد لله. يا ريت برضه تدي صوره كده للمزارعين اللي بيشوفونا دلوقتي عن الجهود اللي بتبذلوها من اجل تطوير هذا القطاع. هو برضك احنا كان عندنا عده مشاكل. المشكله لما بنت التقاوي كتيره. أيوه. وبيفيض منها فبتعمل لنا مشاكل في بيعها كمتخلف، لانها صح. بتبقى تقاوي معامله. صح. فكان لابد ان يوجد وسيله لحفظ هذه التقاوي للعام القادم. ايوه. فانشانا فعلا ثلاجه ان شاء الله احتمال نستلمها ب 10/9 باذن الله. ودي هتكون فتح الخير بحيث ان اداره التقاوي تقدر تنتج تقاوي لجميع المحاصيل
والفايض منها ممكن يخزن في الثلاجة يفحص السنة اللي بعدها ويكون صالح لاستخدام في على أنحاء الجمهورية. تمام. دي حاجة. الحاجة الثانية، احنا كنا في سوهاج. أيوة. وفعلا قدرنا ان احنا نحصل على وعد من سيادة المحافظ هناك بإنشاء محطة غربلة هناك لخدمة مزارعي سوهاج وأسوان وهنا. فدي برضك هتوصل التقاول لأماكن كانت بعيدة وبتبقى فيها مشقة، كانت بعيدة وكانت بتبقى فيها مشقة في توصيل التقاول، وساعات بتبقى التقاول تسود هناك. أيوة. لأن درجة حرارة عالية والمخزن غير مؤهل. تمام. وده طبعا يعني من خلال برنامجكم بنشكر السيد محافظ سوهاج للمجهود اللي عمله بصراحة لخدمة المزارعين في منطقة سوهاج. أيوة. في نقطة أخيرة، حضرتك عارف المشكلة دي، كان في مشكلة جت لنا من المواطن محمد جلال ده من محافظة البحيرة الرحمانية. عدد من المزارعين زرعوا الذرة والذرة ما أنبتش، بقى عندهم أوالح في الأرض. لا مش ما أنبتش يا فندم. أيوة. الذرة نبت. أيوة. ماشي، ودام نبت ما فيش عيب في التقاوي. المشكلة على مستوى إنتاج تقاوي الذرة هذا العام. أيوة. إن درجة الحرارة ارتفعت أثناء التزهير ارتفاع كبير جدا اثر على حبوب اللقاح. ايوه. وده مش معناها ان احنا هنسيب المزارع. ايوه. احنا قلنا يعني نزلت اللجنه ونزلت انا بنفسي وشفت المساحات دي كلها، واحنا قلنا نستنى الحصاد ان شاء. أيوه. الله ويتم تعويض المزارعين، لان طبعا مش هنسيب المزارع لوحده يواجه مشكله بيئيه. لا. أيوه. احنا برضك هنساعد المزارع وهنعوض المزارع بحيث ان هو اي المزارع متعاقد مع الاداره المركزيه ما يقلقش من هذا الموضوع. انا بشكر حضرتك ان شاء الله بعد الحصاد وبطمنهم. ماشي. فانا بطمن الناس. المزارعين في الرحمانيه، ممكن السيد الدكتور رئيس هيئه الاصلاح الزراعي كلمني في هذا. أيوه. الموضوع وطمنته، وطمنت حتى اللجنه اللي راحت هناك، طمنت المزارعين ما يخافوش وان شاء الله هي ظروف بيئيه. أيوه. على فكره يا دكتور، جميل جدا ان احنا نوضح للمزارع ايه سبب المشكله اللي حصلت عندك، لان فعلا درجات الحراره اللي حصلت في هذا الموسم على حبوب اللقاح جامد طبعا، فده يعني يبقى المزارع مطمن ايه سبب مشكلتك، واحنا كاداره مركزيه لانتاج التقاوي برضو مش هنتخلى عنك، موجودين معاك. ايوه. احنا بس منتظرين الحصاد باذن الله. ايوه. ونشوف النقص في المحصول قد ايه. ايوه. وان شاء الله هنقدر نجازي المزارع ما يقلقش يعني. وهو ده اللي احنا كنا متوقعينه من حضرتك. انا بشكر حضرتك على هذه المداخله، الاستاذ الدكتور عبد الحميد شحاته رئيس الاداره المركزيه لانتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعيه، اتكلمنا معاه في استعداده لموسم